يجوز استخدام المعقم من الصابون وغيره حتى لو كانت له رائحة لأنه لا يعتبر طيبا ولا يتخذ طيبا واختاره ابن باز بن, بن عثيمين رحمهم الله تعالى سادسا إذا سقط شيء من المعقمات على ملابس الإحرام فلا شيء في ذلك لما تقدم سابعا إذا شم المعتمر شيئا من المعقمات وله رائحه فلا شيء في ذلك لما تقدم